ما يتعلق بالأساس إذا يعني أنا شخصيا كلمة المتعاقدين لا أجدها معبرة على وضعيتهم. هم أساتذة لهم كامل الصفة، وينبغي تقدير الدور الذي يقومون به على مستوى منظومة التربية والتكوين. أولا، لا يمكن أن نتصور النجاح للعملية التعليمية برجال ونساء تعليم لا يتوفرون على شروط الاستقرار الوظيفي أو الاستقرار المهني والأمن الوظيفي. إذن هذا إحنا كحكومة، كنت مع السيد رئيس الحكومة قبل الندوة الصحفية وأكدنا على هذا الأمر. لا يمكن أن نتصور نجاح العملية التعليمية إذا لم يكن رجل التعليم ونساء أو يعني النساء ديال التعليم ما كانوش في وضعية الناحية النفسية، الناحية الوظيفية، وضعية آمنة وسليمة. لا يمكن أن يختلف عليها أمر. اليوم هذا التحول اللي وقع في هذه الفترة الأخيرة هو أن اليوم هنالك نظام أساسي. طموح الحكومة والهدف ديالها وهو المساواة بينهم وبين الموظفين ديال الوظيفة العمومية. عندنا الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، عندها هي مؤسسات عمومية، الاشتغال معها مؤطر بنظام أساسي هو الذي تم اعتماده. نقاط أو إشكاليات أخرى تثار تعالج في إطار هذا الهدف أو هذا الطموح، اللي هو المساواة، اللي هو الإقرار ديال الشروط ديال الأمن الوظيفي والاستقرار المهني. النظام الأساسي الذي صدق عليه يوفر الحقوق الأساسية. إن كانت هنالك أي إشكاليات، راه السيد رئيس الحكومة يدرس هذا الأمر. احنا بالنسبة إلينا ما يخدم النهوض بوضعية رجال ونساء التعليم لا يمكن أن نقف ضده، ولكن في نفس الوقت العمل على يعني، وهذا الأمر لا يتعلق بالقضية ديال الوضعية ديال الموارد البشرية المشتغلة في إطار هذا النظام الأساسي للأكاديميات، وإنما نتحدث بشكل عام. طموحنا وهو إنجاح المشروع ديال الإصلاح الشامل لهذا القطاع.